تعريف للشيخ مصطفى جوب الكوكي وبعض إنجازاته. موقفه ودعوته. هو الشيخ محمد بن مصطفى جوب الكوكي ابن الشيخ مرجوم جك ابن الشيخ أحمد مرجوم المشهور بشيرين منار، المريد الكبير الذي يعد من كبار أتباع الشيخ أحمد بن مبكي، وينحضر نسبه من سلالة الشيخ مختار بن بجوب مؤسس جامعة كوكي العتيقة. درس القرآن الكريم في مسجد سيرين مون بيسيسي بجربل، وبعد ذلك التحق بمحضرة العلامة الشيخ محمد دم المفسر الكبير بجربل، ثم التحق بعدها بمعهد الدروس الإسلامية الذي أسسه الشيخ أحمد مبكي جينفر. وبعد تحرجه من هذه المدرسة العتيقة ارتحل إلى جمهورية مصر العربية، والتحق بجامعة الأزهر كلية أصول الدين قسم العقيدة والفلسفة، وتحرج فيها بالليسانس. بعض إنجازاته: شارك الشيخ محمد بن المصطفى جوب الكوكي في ندوات ومؤتمرات دولية عدة في مصر والسنغال وموريتانيا، إنه مؤلف باحث متخصص في الفلسفة الإسلامية والتصوف والفكر المريدي، له عدة محاولات إبداعية مثل كتاب العمدة في نظرية الخدمة، الآليات والمحاور الإيديولوجية البديلة، ماهية الأدب، قراءة في فلسفة الأنا، الفلسفة الكوكية، الشيخ إبراهيم جوب المشعري، سيرة مفكر في بيت يتيم، قراءة رمزية، رمزية الحركات الشكلية في اللغة الولفية، الفكر انبثاقه وتحولاته الجذرية. وله أبحاث عدة مثل مقومات التقريب بين المسلمين على ضوء المنهج المريدي، مقدمة في الأدب الإفريقي، التربية عند الشيخ القديم، دراسة استكشافية حاول فيه الباحث ربط الفكر المريدي بالفكر الإفريقي عامة، بدءا من الحضارة الفرعونية مرورا بالحضارة الغانية والمالية وخاصة مدرسة كوما العتيقة، وانتهاءا بالمدرسة السيريرية التي لها وسائل قربة مع الحضارة الفرعونية القديمة. صحنا جارية الله مريم بوسو، قراءة في سيرتها العطرة وغيره. موقفه: عهدنا وعهد الجميع الشيخ محمد بن المصطفى صاحب المبادئ وذا همة عالية، متمسك بدينه، غيور بالتراث القديم، متأثر بقيم الشيوخ الأجلاء الرعيل الأول من أتباع الشيخ القديم ومن جاءوا بعدهم ممن عاصرهم من هؤلاء النقباء المريدين الذين تلقوا التربية المحضة من يد الشيخ نفسه. الأمر الذي يذهب به مذهبا لا تعرف المداهنة إلى أمره سبيلا. حركة صوفية وقرة تجديدية تبقى ياسر ور جامعة السنة يقضى بطريق فلقا يجنبنا. يتمتع الشيخ محمد بن المصطفى بكفاءة تامة وفهم عميق للخطاب المريد الأصيل ومستوى علمي رفيع وحبرة تجعل أساليب خطابه ذات وقعة قوية تؤثر في السامع وتعيد للمريدية هويتها المعهودة من ناحية، كما أنها تزعج الإنسان إذا ما اتخذ هذه الطريقة مأخذا فلكلوريا خاليا من الصرامة والجدية. ولا يخفى على أحد أن هذه المواقف الجبارة التي يقفها الشيخ محمد بن المصطفى ليس إلا لإعادة المياه إلى مجراها بتوضيح وبيان ما كان عليه الشيخ القديم وأتباعه، ونبذ ما أحدثت أيدي الزمان في هذه الدعوة مما يظن الكثير أنه مما كان عليه الشيخ، والشيخ بريء منه براءة الذئب من دم ابن يعقوب. وهذا إن دل على شيء فإنما يدل على صدق إرادته ومبايعته للشيخ القديم وغيرته في تراثه وتجرده للدفاع عنه إلى آخر نفس من حياته وبأي ثمن. ko djit won la man ay abdal moy yum jaayam yalla ci yu ko dalal sun bom remplacer ko yi ay way way ni 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 ni
kan nga di jëmu ñu ak it ay nak bo rew kan nga ngi bëgg na guys tan xay bi ci ko tabal دعوته يعمل الشيخ محمد بن مصطفى الكوكي جاهدا لنشر تعاليم الشيخ القديم كما ورثها من اجداده الفضلاء مرورا بوالده الكريم، فهو كشيخ منحدر من سلاله الشيخ احمد نور الدب الكوكي سرين منار جده الادنى الذي تلقى اذن التربيه والترقيه من شيخ الفرد الجامع مولانا العبد القديم، مرورا بوالده البر التقي الولي الشيخ مرجوح مجك، فإن شيخ مصطفى فرد من قواد الطريقة المريدية الذين بايعهم جمع غفير من المريدين، وبصفته كعارف المربي وذي خبرة تامة بمسالك الحلاس يسلك بمريديه مسلكا يربيهم فيه تربية قديمية ويرقيهم بأساليب متنوعة منها الالتزام حيث ينفث المريد لديه، ومنها التربية عن بعد حيث يريد المريد إليه حيث يرد المريد إليه ويعود إلى مأواه، وكل هذا يفعله عن إذن مطلق. وليسهل خدمته لشيخ قديم في هذا الحقل المعرفي، فقد أسس مدرسة سماها فيض أكابر الصالحين تيمنا بهذا الاسم الميمون الذي ذكره الشيخ القديم عند قدومه إلى كين جرف المرحلة الأخيرة قبل جربل جاريم وإقامته هناك. ومشروع فيض أكابر الصالحين يضم 28 مدرسة لتعليم القرآن والعلوم الشرعية والإنسانية بالإضافة إلى التربية والترقية بالنمط القديم المحض، وقد تم إقامة 2 منها، الأولى في باتار والأخرى في سادر، والتربية والتعليم في كلتيهما مجاني دون مقابل خدمة لله تعالى في عباده على الحقل القديم المعرفي.